في تاريخ الشعوب لحظات تسكن القلوب، وقد كان انتصار أكتوبر من أجمل وأعظم الذكريات في حياة المصريين وحياتي أنا شخصياً. السيدة جيهان قامت بدور وطني عظيم جداً في الفترة ديت. يكفي أن كان في مصابين للحرب ديت كتير، فهي قامت بدور كبير جداً، كانت أم المصريين في الوقت ده. أهلا بحضراتكم من جديد. مكتسبات عديدة حصلت عليها المرأة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، سواء على مستوى الوظائف القيادية مرورا ببرامج الحماية الاجتماعية، مبادرات رئاسية مخصصة لصحة المرأة. ده في الحقيقة كان على رأس أولويات القيادة السياسية على مدار أعوام، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مرة، كان آخرها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري 8 لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، واللي قال الرئيس خلال كلمته وأكد من جديد على أن الغاية الأساسية التي نناشدها جميعا هي تحقيق التقدم والنهضة في دولنا، وذلك لن يتم دون تمكين حقيقي للمرأة في كافة مجالات الحياة. فتمكين المرأة هو كلمة السر وراء بناء حضارات قوية. خلوني أرحب بضيفتي المتميزة واللي دايما منوراني في الاستوديو، الكاتبة الصحفية فريدة الشويشي عضو مجلس النواب. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا حبيبتي. طيب خليني أبدأ مع حضرتك قبل ما نتكلم عن المرأة وتمكين المرأة، أبدأ مع حضرتك بالمؤتمر الوزاري 8. دلالة استضافة مصر للمؤتمر ده ببرامجه بشكل عام، خاصة أن العالم كله بيمر بظروف استثنائية. لا يعني هو ده الجمال فيه، انه زي ما الرئيس قال، يعني ده زي ما تقولي نواة، يعني في 22 دولة دلوقتي، حتى مصر مساعدة بعضهم يعني عشان يقدر ياخد، لكن هم حاجة و50 دولة اللي ممكن يبقوا. الكتلة دي الأساس بتاعها احترام المرأة ومشاركة المرأة في نهضة البلاد ومشاركة المرأة في يعني وتمكينها في بناء الدولة وبناء المجتمع، وأيضا مواكبة الحضارة العالمية. يعني إحنا عندنا رئيس بيقول المرأة عظيمة والمرأة كفاءة والمرأة أمل يعني، وهي وعندنا شيوخ أو ناس بتعتبر نفسها شيوخ المرأة عورة، المرأة مش عارف ايه، المرأة ما تشتغلش، المرأة تلبس، لا مش كده. يعني المؤتمر ده اداني نفحة أمل تاني، زي كل الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي في صالح المرأة المصرية والعربية. وكمان الرئيس استشهد بكلمتين يعني للرسول لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ازاي قال استوصوا بالنساء، وحاجة تانية كمان مش فاكراها قوي يعني، المهم إنها حاجة كلها في صالح المرأة، لأن المرأة زي ما قلنا قبل كده هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي الإبنة. مش معقول يعني نهوض مجتمع يستحيل وانت أسماء وانت شلة نصه. فهو الجميل في المؤتمر ده إنه يعني هو بيدي أمل، يعني بيدي قصدي كمان مسار المستقبل. يعني مش كده بس قعدنا وتقابلنا هنا في القاهرة وتأكدت افتكر في مركز بحثي قرره الرئيس، وفي عمل منظمه تنميه المراه وكان مقرها الدائم في القاهره، يمكن دي اول منظمه دوليه. ده كان سؤالي التالي لحضرتك يا استاذه فريده، دي يمكن هي اول منظمه دوليه متخصصه في اطار منظمه التعاون الاسلامي، معنيه بتعزيز المراه وصون حقوق المراه. بالزبط. شايفه ان اليه عمل المنظمه دي هتكون ازاي؟ انا شايفه ان اليه عمل المنظمه، لانه القاده
أو القائد اللي هو قرر إنها تبقى هنا هو مؤمن بده، مؤمن بدور المرأة، مؤمن من المرأة، قال لك حتى تمكين المرأة اقتصادياً. ليه؟ لأنه أنا يعني زي ما مرة سمعت حديث للزعيم الخالد جمال عبد الناصر قال فيه إيه؟ قال إنه المرأة اللي بتشتغل الشغل بتاعها هو اللي بيحصنها، يعني هو اللي بيخليها عندها حصانة. فالنهاردة المرأة اللي بتمكنيها وتكسب ويبقى عندها مشروعات صغيرة ومشروعات متوسطة ومشروعات مش يعني عارفة إزاي، وعندها طول الوقت إحساس بتسترد أدميتها. على فكرة إحنا دايماً بنقول إن الرئيس السيسي أنسن يعني أو رجع إنسانية المجتمع المصري اللي كان تقريباً كاد إنه يفقدها. يعني الحقيقة أنا كنت مصدومة أول ما رجعت من بره بعد كذا سنة واتخضيت، لأن حسيت إن دي مش بلدي. دلوقتي بحس إنها بلدي، دلوقتي بيرجع لي الإحساس بانه لان المراه هي اللي بتربي. احنا طيب دايما قبل ما اتكلم مع حضرتك عن وانا بتكلم مع حضرتك عن المؤتمر ده بشكل عام، المؤتمر ده معني بالمراه، المراه العربيه بشكل عام. شايفه ايه اللي ممكن يتم تقديمه للمراه العربيه استاذه فريده من وجهه نظر حضرتك؟ شايفه كتير. شايفه اولا ان احنا ممكن المراه العربيه نساعدها زي ما بنساعد ما بدينا هنا من ساعة بعد ثورة 30 يونيو إن إحنا نخليها تستقل اقتصادياً. التمكين الاقتصادي في منتهى الأهمية يا ندى، في منتهى الأهمية، لأنه ده اللي بيديها إحساس بالكرامة، ده اللي بيديها إحساس بإنها مش مضطرة تمشي ورا حد، بتاخد رأيها هي، وده بيخليها كمان تشعر إنها بتساهم في بناء المجتمع، وبتساهم في إن مصر في إن يعني القطر اللي هي فيه أو المكان اللي هي فيه بيكتفي ذاتيا، بيحسن مستواه، بيحسن دخله. يعني من وجهة نظر حضرتك أهم ما تم تقديمه للمرأة المصرية وما يمكن تقديمه للمرأة العربية بشكل عام هو تمكينها اقتصاديا عن طريق حاجات مختلفة كتير. أهم هذه الحاجات أستاذة فريدة من وجهة نظرك برضو، وليه اخترت ده تحديدا؟ أنا يعني يعني أهم حاجة بالنسبة لي أنا طبعا بتتوقف على الاعداد بتاع يعني الاعداد والدراسه. يعني مثلا انا درست قانون فمش هقدر اشتغل محاسبه، عارفه يعني كده يعني. فانا بلاقي ان المراه المسلمه والعربيه والمصريه اللي عندها مهاره مثلا في الشغل بتاع الخياطه، الحياكه، التفصيل، شغل المفارش، شغل الستاير، شغل يعني حاجات بيبقى فيها الجانب الفني بيعلي من قيمه. يعني انت عندك حته قماشه كده بيضه وخيوط، اللي بيخليها ترتفع قيمتها قوي هو الفن وهو المهاره بتاعه اللي ماسكها. فاذا دي مثلا دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا لو واحده عندها استعداد انها ايه مثلا تعمل اكل وتوزعه أو يعني تبيعه، ممكن واحدة تبقى فنانة، يعني على حسب استعدادها هي إزاي، بس هي تحطيها في المجال اللي هي فلح يعني الشاطرة فيه، ناجحة فيه، أو تقدر تكون مبدعة فيه أو تقدر تكون منتجة فيه. طيب حضرتك أنت عندك مصر بقى يعني عندها رصيد من الثقافة ومن الفن. إحنا الفن بتاعنا ده سلاح خطير ولازم نتنبه له. الفن بتاعنا لما انا يعني فاكره ان المسلسلات اللي كانت بنتفرج عليها ما حدش بيبقى في الشارع، ومش احنا بس، حتى في الاقطار العربيه. وانا قلت لك قبل كده لما كنت بروح اي مسلسل مصري وخصوصا المسلسلات يعني زي رأفت الهجان وليالي الحلميه ويعني المسلسلات اللي هي المحترمه يعني اللي عندنا اللي كانت بتاع ما تلاقيش بني ادم ماشي في الشارع. فكل ده دي برضو يعني حاجات بتخلي مصر
لازم ترجع تاني، دورها يرجع تاني. طيب يعني أستاذة فريدة، أنا يمكن اتكلمت مع حضرتك في حلقات سابقة عن الوزارات اللي بتشغلها مناصب وزيرات، وفي الحقيقة بيقوموا بمجهود كبير. اتكلمنا عن ملف الصحة للمرأة والمبادرات الرئاسية اللي بتتم للمرأة. حضرتك نائبة برلمانية، زيادة التمثيل النسائي في البرلمان أضاف إيه للبرلمان من وجهة نظرك؟ شوفي، زي ما المرأة بتضيف في كل مكان، بتضيف أيضا في البرلمان، لأنها بتتكلم عن أوجاع المجتمع زي ما هي شايفاها وعيشاها. يعني هي بتتكلم عن مجتمع زي ما الرئيس قال في الكلمة بتاعته النهاردة، مجتمع يعني بيواكب أعلى الحضارات، يعني لأن إحنا فعلا أصحاب حضارة، إحنا أول حضارة إنسانية في التاريخ. فإحنا النهاردة لما نيجي يبقى عندنا بدل العشر نائبات ولا 20 نائبة 167 نائبة، فدي حاجة عظيمة. لأن كل دول، كل مجموعة من النائبات دول أو كل واحدة فيهم هتتكلم في حاجة هي عايشاها. والمرأة أكتر واحدة حاسة بالمجتمع المصري. وزي ما قلنا قبل كده، أنا رأيي يعني إن الرئيس، زي ما قلت لك هو ما قاليش بس أنا مستنتجة ده، إن الرئيس لن ينسى للمرأة ولا أي حد حر في العالم ينسى للمرأة المصرية إن الجيل اللي طلع في 30 يونيو هي اللي ربيته، هي عدته. يمكن وده كان في سياق كلام كلمة الرئيس في المؤتمر اللي يمكن كنا بنتكلم فيها من شوية، انه تمكين المرأة او المرأة بشكل عام هي كلمة السر وراء بناء حضارات. واكيد استخدام كلمة حضارات لم يأتي من فراغ ابدا. لا، ما انا بقولك، شوفي، هو اهم حاجة انه هذا الرجل يعني يثق في المرأة المصرية، في انسانيتها، في كفائتها، في عطائها، في تضحياتها، في مكانتها المحترمة. يعني هو بيعتبرها أساس المجتمع تقريبا، مش اللي بيعتبرها شيء يعني أدنى حاجة ممكنة. ده إيه دول؟ دول ناس وافدين علينا. عمر مصر ما كان فيها النماذج دي قبل كده، عمرنا ما كان عندنا حاجة كده. زي ما قلتلك يعني إحنا من الستينات وإحنا عندنا المرأة. يعني أنا كانت أستاذتي في الجامعة الدكتورة عائشة راتب الله يرحمها، كانت أستاذة في الجامعة جامعة القاهرة. أستاذة فريدة، عايزة أرجع معاكي للمؤتمر ده. يمكن في آخر المؤتمر تم الإعلان أو إعلان القاهرة، جه فيه العديد من البنود. اللافت للنظر كان في بند متعلق بحماية المرأة والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين. مصر ليها تجربة أكثر من رائدة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة والمساواة بين المرأة في كتير من نواحي الحياة. إزاي شايفة أن مصر ممكن يكون ليها دور، خاصة ان احنا لما بنتكلم عن المؤتمر ده، زي ما انا قلت لحضرتك من شوية، احنا مش المؤتمر ليس معني بالمرأة المصرية فقط. طبعا، ليه بقى؟ لانه المهم في الموضوع ده، في وجهة النظر دي او في الخيار ده بتاع القيادة المصرية، انها المرأة تبقى تمكين المرأة وعدم اقصائها من اي حاجة ممكنة. يعني مثلا تبقى وزيرة، تبقى في النيابة، تبقى في القضاء، تبقى في كل حاجة، في الجامعة، في كله 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 كله. ده بيبقى مثال لبقية الدول اللي هي للأسف برضو نتيجة الاستعمار ونتيجة الدسائس ونتيجة اللعب في العقول واستخدام الدين أسوأ استخدام ممكن، برضو تأخرت. فده يخلي المجموعة دي كلها ترجع تاني تبقى نواة لمنطقة مشاعة لحضارة، أو زي ما السيد الرئيس قال لبناء حضارة قوية بشكل عام. يعني الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشبيش، أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيل الشكر. دايما يعني بيكون لكي وجهة نظر مختلفة ومتوسعة للأمور. أنا بشكر حضرتك. شكرا جزيل الشكر.
مشاهدينا الكرام، على مدار اسبوع وكان هناك جلسات مكثفه وصل فيها مجلس الشيوخ مناقشه مشاريع القوانين والقرارات لتتم المداولات هذا الاسبوع بين النواب حول مشروع قانون الماليه العامه الموحد. وفي الجلسه العامه بمناسبه ذكرى الثامنه لثوره 30 من يونيو، توجه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وعدد من النواب بالتهنئه بتلك الذكرى باعتبارها اعلان ازاحه جماعه الشر والارهاب من سده الحكم في 3 يوليو 2013 بالإعلان الذي أثلج قلوب المصريين. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من حصاد الأسبوع. بشكر لحضراتكم طيب المتابعة وأترككم مع تفاصيل أكثر عن حصاد مجلس الشيوخ. على مدار أسبوع وجلسات مكثفة واصل مجلس الشيوخ مناقشة مشاريع القوانين والقرارات لتتم المداولات هذا الأسبوع بين النواب حول مشروع قانون المالية العامة الموحد. وفي الجلسة العامة وبمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، توجه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق وعدد من النواب بالتهنئة بتلك الذكرى باعتبارها إعلان إزاحة لجماعة الشر والإرهاب من سدة الحكم في 3 يوليو من عام 2013 بالإعلان الذي أسلج قلوب المصريين. ذكرى عزيزة علينا فارقة في تاريخنا، هي ذكرى إعلان إزاحة جماعة الشر والإرهاب من سدة الحكم في 3 يوليو سنة 2013. ذلك الإعلان الذي أثلج قلوب كل المصريين وترجم مطالبهم المشروعة لثورتهم المجيدة التي ولت ذروتها في 30 يونيو من ذات العام. أتقدم باسم النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة الخالدة التي أنقذت وطننا الغالي مصر بعد محاولة اختطاف من قبل عصابة إرهابية أرادت فرض مصالحها وأهداف تنظيمها الدولي على مقدرات الوطن. واستمرارا لأعمال الجلسة العامة، بحث نواب مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة. في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، فقد تم صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد والذي جاء متوافقا مع الدستور المصري ومحققا لأهداف مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وأبدى نواب مجلس الشيوخ آراءهم تجاه مشروع القانون الذي يهدف إلى ضبط النظام المالي وحسن إدارته، حيث وافقوا على مشروع القانون من حيث المبدأ. القانون المقترح أنه يحقق بالفعل رؤية مستقبلية واضحة للأداء المالي في كافة القطاعات الإدارية، وإنه حريص على ضرورة اتباع الأساليب العلمية والتقنية الحديثة لضبط الإنفاق العام وترشيده. وحتى لا أطيل على حضراتكم، أعرب عن الموافقة على قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ. مشروع قانون المالية العامة الموحد من وجهة نظري يهدف هذا المشروع بفكر المرونة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحفاظ على المخصصات المالية وعد استخدامها في السنوات التالية. كذلك يساعد مشروع القانون المعروض في طرح خطط موازية لضمان رؤية مستقبلية للأداء المالي. مهم جدا واحنا بنتكلم على الانتقال للموازنة أداء وبرامج يكون في كمان تحول بعد عدد معين من السنين لضبط السنة المالية اللي هي تبقى مع السنة الميلادية، لأن ده هيأثر علينا في مسألة البرامج والأداء. أولا تحديد المخصصات اللازمة لهذه البرامج، تحديد
مؤشرات الأداء وقياسها بصورة أفضل. كمان الجهات الموازنية المختلفة هتقدر تحدد الاستخدامات والموارد بتاعتها بصورة أوقع. الأمر الأخير كمان إن ده هيؤدي لمزيد من الانضباط المالي ودمج الاقتصاد الوطني مع الاقتصاد العالمي. المادة يا فندم بتتكلم عن إنه تم تعديلها من قبل اللجنة واستندت لتعديلها إلى المادة 124 من الدستور الفقرة الأولى، وهو بالفعل يعني استناد وجيه وتعديل منطقي، إلا أن اللجنة اختصت أو نقدر نقول أنها اقتطعت جزء الأخير أو الفقرة الأخيرة من المادة الدستور المتعلقة بأن يكون التصويت بابا بابا. كان مقترح يا فندم أن تكون النص في شكله الآتي: يتولى الوزير عوض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروع عوض قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي مع استكمالا كما وضحتها اللجنة، ولكن نضيف في النهاية: ويتم التصويت عليه بابا بابا طبقا لمادة الدستور رقم 124 اللي اعتمدت عليها أو سندت إليها اللجنة في الأساس لهذا التعديل. مادة 34 سادة النواب بتقول اللي احنا وافقنا عليها: لا يجوز للجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة الوزير، ويشترط فاحنا مقفلينها في المادة 34. من جهته عقب وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد على مشروع قانون المالية العامة الموحد. سيادتك في المادة 30 في الفقرة الثانية: كما يتعين على الجهات الإدارية، اللجنة انتهت إلى أخذ رأي الوزارة على مشروعات القرارات وليس القوانين. المادة الأولى أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين، وده تمام. في الفقرة الثانية أخذ رأي الوزارة على مشروعات القرارات. القرارات احيانا بتطلع قرارات بترتب اعباء ماليه، قرارات بمكافئات، قرارات بحاجات بترتب اعباء ماليه، والماده دي تحديدا او الفقره دي تحديدا كان جرى مناقشتها باستفاضه في يعني اثناء عرض القانون على في مجلس الوزراء، وتم اقتراح عباره من شانها ترتيب اعباء ماليه اضافيه. يعني الجهه الاداريه عندها فلوس تعمل اللي هي عايزاه، ما عندهاش فلوس لازم ترجع لوزاره الماليه، لان دي بترتب اعباء ماليه اضافيه. فبدل اخذ راي احنا عايزين موافقه الوزاره. وفي ختام المداولات والمناقشات، وافق مجلس الشيوخ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، ليعلن بعد ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق الموافقة بشكل نهائي على مشروع القانون. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافقة. الموافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. موافقة. موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيا ويتم اتخاذ اللازم عملا بحكم المادة 249 من الدستور. وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس الشيوخ على فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول للمجلس. تنص الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس على ما ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك المجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة، وحيث أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المعقودة صباح يوم الاثنين الموافق 14 من شهر يونيو الماضي على مشروعات قوانين الخطة والموازنة للسنة المالية 2021-2022، وعملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها، هل توافقون حضراتكم على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول؟ موافقة. إذن أعلن موافقة المجلس على فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول. رئيس النواب وانسكاب شهر الأحزاب السياسيين، بتوجه لحضرتك بخالص الشكر وشكر مخصوص
يعني لإرساء حضرتك لقواعد العدالة الشفافية والتجرد في إدارة هذا المجلس. خالص الشكر للوكيلين الجليلين الذين دائما يثروا الحوار معنا، ومداخلتهم دائما تكون حل لكل المشاكل والخلافات. كل الشكر للأمانة العامة معالي المستشار محمود عثمان على مجهوده الدائم والمتواصل. خالص الشكر للسادة رؤساء الهيئات البرلمانية، خالص الشكر للسادة رؤساء اللجان على مجهودهم في هذا دور في دورة الانعقاد والنتائج التي ظهرت من أعمال اللجان. شكر خاص للسادة أعضاء المجلس. من جانبه أشاد وزير شؤون المجالس النيابية بأداء نواب المجلس خلال كلمته بمناسبة انتهاء أولى فصول المجلس التشريعية. السيد الرئيس، لطالما سعدنا بالحديث إلى منصتكم العالية التي تشرفت بأن وضعتموها كشيخ جليل من شيوخ القضاء وعلم من أعلام الدستور والقانون، فأدرتم جلسات المجلس بحكمة بالغة ومهارة رفيعة، كما سعدنا دائما بمداخلات وآراء السادة النواب الموقرون التي استهدفت صالح الوطن والمواطن، وهو الهدف والغاية التي تجمعنا. فصل تشريعي انتهى، تكلل بمناقشة قرارات ومشاريع قوانين مهمة في إطار دور مجلس الشيوخ الذي يقوم به كغرفة ثانية للسلطة التشريعية لمعاونة مجلس النواب على سن القوانين في المجالات كافة بطريقة تضمن الحفاظ على الصالح العام والخاص والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز دعائم الحياة النيابية.